السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار التاسعة، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يعزي خادم الحرمين الشريفين في الشهداء الواجب الذين قضوا في تحطم الطائرة العمودية. مقتل عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية بمحيط معسكر خالد غربي تعز. وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات في ميدي وشبوة. أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة السعودية وهم يؤدون واجبهم الوطني ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب إثر سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية. وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية المشرفة التي تطلع به المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا من خلال وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، لا سيما من خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن وقيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية واستعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة المدن والمحافظات اليمنية بعد عمليات الانقلاب التي قامت بها الميليشيات الحوثية وصالح. وأكد فخامة الرئيس أن أبناء الشعب اليمني لن ينسوا مثل هذه المواقف البطولية الشجاعة التي جسدها أبطال القوات المسلحة السعودية من خلال وقوفهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في سبيل الدفاع عن الأمن والاستقرار ووحدة الهدف والمصير المشترك. وقال رئيس الجمهورية إن التضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية ستظل محفورة في أذهان وجدان كافة أبناء الشعب اليمني من خلال تقديمها قوافل من الشهداء دفاعا عن الأمن والاستقرار والعروبة والهوية الواحدة. وأعرب رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقيتي عزاء ومواساة إلى كل من ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نائف بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتعزيتهما في استشهاد 12 من أبطال القوات المسلحة السعودية جراء سقوط طائرة عمودية من نوع بلاك هوك أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب. وثمن نائب الرئيس التضحيات الجسيمة التي يبذلها الأشقاء في المملكة خلال قيادتهم للتحالف الداعم للشرعية وما يسطره أبناؤها من بطولات إلى جوار أبطال الجيش الوطني في مختلف مواقع الشرف والبطولة وما يحققونه من انتصارات في وجه مشاريع التدمير والإرهاب الممولة من إيران، مؤكدا بأن هذه التضحيات ستخلد في سفر التاريخ وسوف تتناقلها الأجيال كمواقف أخوية صادقة جسدت عمق العلاقات بين البلدين ووحدة الهدف والمصير. وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقيتين عن أصدق التعازي وأخلص المواساة لخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي عهده وولي عهده
العهد والأسر الشهداء وللشعب السعودي الشقيق، سائلا الله لهم الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى العقيد الركن خالد محمد حاتم الخاوي عزاه في وفاة والده المناضل اللواء محمد حاتم الخاوي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني. وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية مع رفقائه من مناضلي ثورة سبتمبر المجيدة التي أطاحت بالنظام الإمامي الكهنوتي، مشيرا إلى أن الفقيد كان نموذجا في الصدق والإخلاص والولاء للجمهورية والثورة في مختلف المناصب التي تقلدها في السلك العسكري والمدني. وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. عبر رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيدة بن دغر عن حزنه الشديد جراء الحادث المؤلم لسقوط طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مارب، ما أسفر عن استشهاد 4 ضباط وثمانية جنود من الأبطال السعوديين. وتقدم رئيس الوزراء باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني بصادق العزاء وعميق المواساة إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نائف وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللحكومة والشعب السعودي الشقيق وعائلات الشهداء الأبطال في هذا الحادث المؤلم والفاجعة الكبيرة، منوها بما اقترحوه من بطولات وهم يشاركون في عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن باذلين أرواحهم في موقف عروبي أصيل، ولن ينسى استجابتهم لنداء أشقائهم اليمنيين لمساعدتهم في استعادة دولتهم من الانقلاب الوحشي وأجندة الطائفية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الخليج العربي والمنطقة. وأكد الدكتور بن دغر أن ما يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من تضحيات جسيمة ستخلد في ذاكرة الأجيال اليمنية المتعاقبة التي لن تنسى، وسوف تظل تحمل بكثير من التقدير والامتنان والعرفان هذه المواقف، وستبادل جيرانها وأشقائها الوفاء بالوفاء، وستكون حصنا منيعا مصدرا لأمنهم واستقرارهم، لا كما أرادتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ومشروعها الإيراني التخريبي. وأشار إلى أن الشهداء الأبطال من دول التحالف العربي ورفاقهم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يجسدون رمزا وعنوانا بارزا للتضحية والفداء من أجل وحدة الأمة العربية وتماسكها وصمودها في وجه الأطماع التي تستهدفها، وسوف تظل ذكراهم العطرة خالدة كأبطال سطروا بدمائهم تاريخا مشرفا في مرحلة فارقة وحرجة في حاضر ومستقبل الأمة العربية. وأكد رئيس الوزراء أن الغاية والهدف الذي من أجله وقدم هؤلاء الشهداء الأبرار من أبطال وصقور الجو السعودي ومن سبقهم أرواحهم في سبيلها بات الوصول إليها قريبا جدا، وسيكون الانتصار الكبير والوشيك على الميليشيات الانقلابية وتخليص اليمن والمنطقة من شرورها وأجندتها المشبوهة هو عنوان الوفاء والتقدير لأرواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة. وعرب رئيس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة للأشقاء في السعودية ملكا وحكومة وشعبا ولعائلات الشهداء الأبطال وللقوات المسلحة السعودية في هذه الفاجعة الأليمة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة في وفاة مبارك صالح بن عسكر الصيعري الذي وفاته المنية يوم أمس إثر حادث مروري. ونقل رئيس الوزراء في البرقية تعازيه إلى عم الفقيد علي سالم بن عسكر الصيعري وأخيه علي صالح بن عسكر الصيعري وأولاده محمد وسالم مبارك الصيعري. وعبر الدكتور بن دغر عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وإلى كافة العساكرة الصيعر، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بحث رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر مع المهندس عبد الله محسن الأكوع وزير الكهرباء والطاقة وضع الكهرباء في منطقة عدن والاستعدادات التي تقوم بها الوزارة وفرع المؤسسة في عدن للمساهمة في التخفيف من العجز الموجود في كهرباء عدن وتخفيف معاناة المواطنين في الصيف، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وفي اللقاء سلم وزير الكهرباء والطاقة لرئيس الوزراء التقرير النهائي للجنة المكلفة بتحليل العروض الخاصة بمناقصة توفير طاقة كهربائية بقدرة 100 ميجا وات لكهرباء عدن الصيف القادم. من جانب وجه رئيس الوزراء بسرعة عرضه على اجتماع مجلس الوزراء القادم لاتخاذ القرار اللازم بشأنه. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل كان قرارا تاريخيا وعربيا وإسلاميا، دافع عن الإسلام وعروبة المنطقة ووضع حدا للأطماع والتدخلات الإيرانية. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من شيوخ وأعيان وأبناء إقليم حضرموت في العاصمة السعودية الرياض. وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بعقد هذا اللقاء للتشاور حول جملة الهموم والقضايا التي تهم أبناء إقليم حضرموت الواعد بالخير، مؤكدا أن الدولة الاتحادية من 6 أقاليم منها إقليم حضرموت قد أوجدت حلا عادلا للثروة والسلطة، وأن الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح هي انقلاب على المخرجات التي أجمع عليها كل اليمنيين بكافة اختلافاتهم، وأوجدت حلولا جذرية وعلمية عادلة لكافة القضايا. ونوه رئيس الوزراء إلى أن العودة إلى المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ينهي المعاناة والدمار والقتل والآلام التي سببتها ميليشيات الانقلاب، مشيدا بالموقف التاريخي الذي لن ينساه اليمنيون المتمثل بوقوف الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة المغتصبة. وتطرق الدكتور بن دغر إلى جملة من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة خلال عام التي كان أهمها توفير الخدمات الأساسية، لافتا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة في ظل الإمكانيات المتاحة إلى تجاوز العراقيل والصعوبات التي تقف عائقا أمام تنفيذ باقي المشاريع التنموية نظرا لقلة الإمكانيات وشحة الموارد جراء الحرب العبثية. ووعد رئيس الوزراء أن هذا الصيف سيكون صيفا باردا على المحافظات المحررة، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت 300 ألف لتر شهريا لمحطات الوقود في محافظة حضرموت، كما وفرت قطع الغيار ومشتقات الوقود لمحطات التوليد في عدن والمحافظات المجاورة. وعبر الشيخ عبد الله الكثير في كلمته التي ألقاها عن شكر أبناء حضرموت للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر على ما يوليانه للمحافظة من اهتمام ملحوظ.
مشيرا إلى أن وصول الوقود الخاص بمحطات توليد كهرباء حضرموت وهو 186 ألف لتر وهي الكمية التي وجه رئيس الوزراء باعتمادها دليل واضح وعملي لقيام الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين وتلبية متطلباتهم. وتحدث عدد من مشايخ وأعيان أبناء إقليم حضرموت أشارت كلماتهم في مجملها إلى التمسك بالدولة الاتحادية باعتبارها الحل الأسلم والأمثل لكافة قضايا الوطن. حضر اللقاء وزراء الكهرباء المهندس عبد الله الأكوع والأوقاف القاضي أحمد عطية والدولة أمين العاصمة عبد الغني جميل ومدير مكتب رئيس الوزراء دكتور عمر مجلي وعدد من أعضاء مجلس الشورى والنواب وجمع كبير من أبناء إقليم حضرموت. قتل 7 وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية جراء المواجهات العنيفة مع قوات الجيش الوطني في محيط معسكر خالد ابن الوليد غربي محافظة تعز. وقالت مصادر ميدانية إن معارك عنيفة تدور بين الطرفين بالتزامن مع غارات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في محيط معسكر خالد ابن الوليد. وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية شمال معسكر خالد ودمرت 3 عربات عسكرية للميليشيات. كما أسفرت المعارك عن مقتل 7 من عناصر الميليشيات وجرح أكثر من 20 آخرين. وبالتزامن قصفت قوات الجيش الوطني المتمركزة في وادي المغيبر بالمدفعية مواقع الميليشيات الانقلابية في أطراف مركز مديرية موزع. وفي الأثناء تستهدف مقاتلات التحالف بشكل مكثف أي تحركات للميليشيات في أطراف مديرية موزع. أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل لمسلحي ميليشيات المخلوع صالح والحوثي الانقلابية إلى وادي الخلل ومدرسة الميثاق جنوبي شرق تعز. وأفادت مصادر ميدانية أن قوات اللواء 35 مدرع أحبطت محاولة تسلل لمسلحي الميليشيات إلى مواقع قوات اللواء في وادي المخلل ومدرسة الميثاق جنوبي تعز. وأوضحت المصادر أن قوات اللواء خاضت معارك عنيفة مع مسلحي الميليشيات وأجبرتهم على التراجع والفرار بعد تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. تشهد الجبهة الغربية لمدينة تعز معارك شرسة بين أبطال الجيش والمقاومة وبين الميليشيات الانقلابية التي تحاول إعاقة تقدم قوات الشرعية باتجاه الخط الرابط بين تعز ومنطقة البرح في ظل الانتصارات التي تتحقق بالساحل الغربي. مشاهدينا الأكارم، نحن الآن في المدخل الغربي لمدينة تعز وعلى وجه التحديد في جوار اللواء 35 مدرع والذي تمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في وقت سابق من العام الماضي من السيطرة عليه واستعادته من قبضة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. كما تشاهدون هنا هذا المدخل الغربي لمدينة تعز والذي كان يستخدمه المواطنين للدخول والخروج من وإلى مدينة تعز، لكن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قامت بإغلاق هذا المنفذ من أجل تجديد الحصار على مدينة تعز. هذا هو الشارع الرئيسي الرابط بين مدينة تعز ومفرق شارع أبو من ثم منطقة البرح. هذه هي تبة الظني والتي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وتقوم بتوجيه قذائف الهاون والكاتيوشا منها إلى مدينة تعز وعلى وجه التحديد للأحياء الغربية من هذه المدينة. هذه أيضا هنا أسفل الموقع الذي نحن نتواجد فيه هي قرية مدرات أيضا والذي تعتبر خط التماس بين أبطال المقاومة والجيش الوطني وميليشيات الحوثي وأتباع المخلوع صالح. هذه المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة يوميا
بين الأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين ميليشيات الحوثي التي تحاول شن هجمات ليلية وصباحية على مواقع تمتروس أبطال المقاومة والجيش الوطني، لكنهم دوما يفشلون تلك المحاولات بالتصدي لتلك الميليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد وفي الأفراد. هيكل العريقي من الجبهة الغربية لمدينة تعز، قناة عدن فضائية. دمرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات لميليشيات الحوثي وصالح في مدينة ميدي بمحافظة حجة. وقال مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف استهدفت عربة محملة بالذخائر وطقما محملا بالأفراد ومنصة كاتيوشا في منطقة الخضراء جنوبي مدينة ميدي. وأشار المصدر إلى أن المقاتلات شنت عددا من الغارات الجوية على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة. سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في غارات جوية لطيران التحالف العربي بمحافظة شبوة. وأكد مصدر عسكري أن طيران التحالف استهدف تجمعا للميليشيات على الخط الرابط بين منطقتي النقوب والحمى بمديرية بيحان، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير دوريات عسكرية تابعة للميليشيا الانقلابية. وبحسب المصدر فقد كانت الميليشيا تخطط لشن هجوم على مواقع هامة لقوات الجيش قبل أن تباغتهم الغارات الجوية. عقد بالعاصمة المؤقتة عدن اللقاء التشاوري الأول لمديري إدارات التخطيط والإحصاء بمكاتب التربية والتعليم في الجمهورية، الذي يختتم أعماله غدا بدعم من منظمة رعاية الأطفال الدولية والهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين عبد الرحمن بسلمة. وفي اللقاء شدد وزير التربية والتعليم على أهمية تأسيس قاعدة بيانات باعتبارها المنطلق الأساسي لتنفيذ رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى لها الوزارة. وأكد الوزير على الاستفادة من هذا اللقاء وتطبيق مخرجاته على الواقع الميداني، مشيرا إلى أن اللقاء يعد حجر الزاوية التي ستبنى عليه بيانات الوزارة. أقر اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد كدة تشكيل لجنة برئاسة أمين عام المجلس المحلي وعضوية نائب مدير فرع البنك المركزي ونائب مدير مكتب الجمارك ونائب مدير مكتب المالية ومدير مكتب الغرفة التجارية لبحث آلية مناسبة لتوفير السيولة النقدية لفرع البنك المركزي بالمهرة. كما أقر إلزام محلات الصرافة والتجار ولجنة المشتقات النفطية والمكاتب الإيرادية بالآلية المقدمة من اللجنة المشكلة والمتفق عليها. وكان الاجتماع قد استعرض آليات تنظيم العمل فيما يتعلق بالضرائب وسبل تحصيل إيرادات المحافظة. دشن محافظ أرخبيل سقطرى اللواء سالم عبد الله السقطري مشروع توزيع 24 قارب صيد مع معداتها للصيادين المتضررين من إعصاري تشابالا وميغ، المقدم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وذلك عبر مشروع دعم سبل العيش للجمعيات السمكية بالمحافظة. وثمن اللواء السقطري الدعم الذي تقدمه الفاو للقطاعين السمكي والزراعي للتحسين من سبل العيش لدى الصيادين والمزارعين وتشجيعهم على ممارسة مهنتهم، مؤكدا أن هذا الدعم سيساعد 48 صيادا تضرروا من الأعاصير. ونوه المحافظ بجهود مشروع دعم سبل العيش للجمعية السمكية في الأرخبيل على التنسيق واختيار قائمة الصيادين الأكثر تضررا وحاجة للعمل. حضر التدشين وكيل المحافظة لشؤون الجزر رائد الجريبي.
تم بالعاصمة المؤقتة عدن تسليم 15 طنا من الأدوية الخاصة بأمراض السرطان مقدمة من اللجنة الصحية الميدانية التابعة للجمعية الكويتية للإغاثة لمخازن الأدوية المركزية في عدن ضمن برنامج دعم قطاع الخدمات الصحية. وأشار وكيل محافظة عدن رشاد شائع إلى أهمية هذه الأدوية التي ستساهم في التخفيف من معاناة مرضى السرطان في مختلف محافظات الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هذا شاركنا في استلام كمية من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان بكل تصل إلى حوالي 200 ألف دولار مقدمة من الجمعية الصحية الكويتية. الأشقاء الكويتيين دائما يكونوا سباقين في مد يد العون، ايديهم بيضاء في مساعدة بلادنا، مساعدة عدن ومساعدة المناطق المحررة. باسم قيادة محافظة عدن وعلى راسها اللواء عيدو الزبيدي نتوجه بالشكر الجزيل للشقة الكويتيين على من يقدمون من دعم سخي لجميع مستشفيات المحافظة. اليوم هذا هذه المكرمة التي وصلتنا. اولا يسعدني ان اقدم الشكر للجنة الصحية الكويتية على العمل الذي تقوم فيه وعلى التنظيم وتواصل الدعم المستمر. ونحن اليوم هنا ندشن تسليم الأدوية التي قدمت بحدود ما يقارب 15 ألف طن للأدوية لأمراض السرطان. ونتشكر جزيل الشكر لدولة الكويت الشقيقة بدعمها السخي. قمنا برنامج دعم قطاع الخدمات الصحية وسلم اليوم شحنات من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان الذي سيستفيد منه كثير من يعانون من نصيب مرضى السرطان في كل المحافظات بإذن الله تعالى. هذه الشحنة ضمن عدد من الشحنات اللي تمت خلال الفترة الماضية في مجال العون الدوائي، والذي نفتخر أن الكويت احتلت المرتبة الأولى في هذا الجانب ووصل خير لكل محافظة. معاناة كبيرة لدى مرضى السرطان وكذلك بسبب الأحداث. دشن وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض برنامجا تدريبيا في مجال الحاسوب نظمته الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق لموظفي ديوان المحافظة. وأكد الوكيل أهمية الدور التكاملي بين إدارات الديوان بالمحافظة في مجال التدريب والتأهيل بما يساهم في رفع قدرات الموظفين. ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة شبوة في اجتماع له عقده الوكيل المساعد للمحافظة سالم عبد الله الأحمدي جملة من القضايا المتعلقة بأعمال الصندوق والتراجع الملحوظ في خدماته اليومية في الآونة الأخيرة وكيفية معالجة مشكلة تراكم مرتبات عمال الصندوق بشكل عام خلال الأشهر الماضية، مشددا على ضرورة معالجة مشكلتي الضعف وتدني موارد الصندوق وبذل مزيد من الجهود للحفاظ على كافة الإيرادات المالية للصندوق، منوها بأهمية الشروع في تنفيذ قرار المكتب التنفيذي بالمحافظة بشأن إقرار التعريفة الجديدة للصندوق وآليات تحصيلها. دشن وكيل أول محافظة شبوة رئيس لجنة الإغاثة بالمحافظة محمد بن عديو مشروع توزيع التمور المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تقدر ب 214 طن الواصلة للمحافظة عبر ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وأشاد الوكيل بالآليات التي اتخذها الائتلاف ائتلاف الخير وبالتنسيق مع شبكات منظمات المجتمع المدني بالمحافظة لتوزيع هذه الكمية من التمور للمحتاجين في عموم المديريات، منوها بحاجة الناس لها كونها تأتي على مشارف قدوم شهر رمضان المبارك. قمنا بتدشين المساعدة المقدمة من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز عبر جمعية أو عبر مؤسسة ائتلاف الخير في هذه المحافظة محافظة شبوة، وبحسب ما ذكره الأخوة الزملاء توزيع 214 طن من التمور المقدمة من مركز الملك سلمان إلى الفئات الأقل أو الأكثر فقرا في هذه المحافظة.
طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها مركز الملك سلمان دعمه لهذه المحافظة، بل قد تم من قبل تقديم عدة مساعدات في المجالات الإغاثية المختلفة، ونطمح بإذن الله تعالى إلى الاهتمام بالمحافظة وإلى المزيد من الدعم في الجانب الإغاثي والتنموي. دشنت كلية الحقوق بجامعة عدن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي في نسخة 20 بعدد من الأنشطة والأعمال الإبداعية. وعقب عملية التدشين اطلع رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر الأصور ومعه الدكتور رشاد شائع وكيل محافظة عدن على محتويات المعرض العلمي الذي أقامه الطلاب احتفاء بهذه المناسبة، مبديا إعجابهما بالعديد من الأعمال الفنية والإبداعية للطلاب، إضافة إلى معرض الصور والمحاكم الصورية التي جسدت روح التألق لديهم. وفي لحظة وفاء مع شهدائها على هامش حفل التدشين، أقامت الكلية حفلا تكريميا لشهدائها من الطلاب الذين سقطوا فداء لهذا الوطن والدفاع ضد الميليشيات الإنقلابية التي استباحت عدن وعاثت فيها فسادا. وأكد رئيس جامعة عدن أن الجامعة قدمت خلال الحرب الأخيرة على عدن 112 شهيدا من منتسبيها، سواء كانوا أعضاء هيئة تدريسية أو موظفين أو طلابا، داعيا الجميع إلى السير على خطاهم وعهدهم ونشر ثقافة المحبة والإخاء والنهي عن أي نعرات عنصرية أو مناطقية مقيتة، منوها إلى أن الوطن يعول كثيرا على أبنائه الشباب ودورهم في رسم مستقبله. تخلل الحفلة رقصات فلكلورية شعبية امتزجت بخيوط الأمل والإبداع نالت إعجاب الحاضرين. اختتمت بجامعة عدن فعالية الورشة التدريبية الخاصة بإعداد المشاريع المقدمة إلى المنظمات المانحة التي نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن. اختتام فعالية الورشة التدريبية الخاصة بإعداد المشاريع المقدمة إلى المنظمات المانحة التي نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن برعاية الأستاذ الدكتور الخضر ناصر الأصور رئيس جامعة عدن، والتي تأتي في إطار تعزيز برامج الشراكة المجتمعية وتقديم الخبرات المعرفية لممثلي منظمات المجتمع المدني. يكتسب تنظيم هذا البرنامج التدريبي من قبل مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن أهمية استثنائية، كونه يأتي كتأكيد على الدور الوظيفي والرسالة التي يقوم بها المركز في عملية التأهيل وبناء القدرات وتحقيق ورفع المهارات التي يحتاج لها النشطاء المجتمعيين، وهو نوع من تعزيز أواصر الشراكات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. نشر المفاهيم المستحدثة والمساهمة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني هي أولوية يعكف عليها القائمون في هذه الورشة إيصالها للمشاركين. حقيقة كان الحاضرين يعني ما شاء الله فاجأونا، لأن أكثرهم طبعا دكاترة الجامعات ورؤساء أقسام. الدورة الورشة التدريبية طبعا أخذنا فيها المفاهيم عامة عن كتاب مطروحات المشاريع، أخذنا أيضا فكرة عامة عن موضوع الخطط بشكل عام، لأنه حقيقة أكثر الآن المنظمات الدولية تهتم بموضوع التخطيط في مشاريعها. وعلى مدى يومين من التدريب والتأهيل وبمشاركة أكاديميين وباحثين وناشطين في منظمات المجتمع المدني، تم فيها اكتساب عدد من المعارف والمهارات الخاصة بأهداف الورشة. استفدنا من هذه الدورات في قدرتنا الآن على إعداد فكرة مبدئية عن أي مشروع وتنفيذه بطرق طبعا علمية مرتبة غير ما كان لدينا سابقا نتيجة المادة العلمية التي تم أخذها. استفدنا الكثير طبعا من المعلومات وطريقة التقييم، طريقة الإعداد، طريقة المشاركة، طريقة التنفيذ. ختاما قام الدكتور الخضر ناصر الرسول رئيس جامعة عدن بتكريم المشاركين والمشاركات في هذه الورشة التي بشأنها أحداث تنوع معرفي من خلال نقل التجارب العلمية لمنظمات المجتمع المدني المحلية. بدأت في جامعة تعز الورشة التوصيفية لبرنامج الصيدلة في الجامعة بالتنسيق مع دائرة التطوير الأكاديمي والجودة وكلية الطب والعلوم الصحية. وقد أشاد وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي بالدور الريادي الذي تلعبه كلية الطب في عملية النهوض بالتعليم الأكاديمي.
بدوره نوه رئيس الجامعة دكتور محمد الشعيبي إلى أهمية التطور وإيجاد تخصصات متنوعة تضمن سلامة التعليم في جامعة تعز. طب اليوم تستكمل افتتاحها لجميع برامجها هي عملية استكمال لبرنامج الصيدلة كما ستستكمله غدا بالنسبة لطب الأسنان. كل هذا يأتي من رحم المعاناة التي عاشتها مدينة تعز أثناء الحصار حينما لم يتوفر لدينا المحاليل أو المواد العلاجية للجرحى ووقفنا عاجزين. عاهدنا الله وقتها بأن نسير وأن نفتتح كل هذه البرامج كنواة أساسية لتخفيف المعاناة والمساهمة في المجتمع ومن ثم انطلاقا إلى حلمنا الكبير وهو المدينة الطبية الجامعة. نشهد بل نعيش حدث منجز أو إنجاز جديد لكلية الطب. اليوم تنعقد ورشة العمل لافتتاح برنامج الصيدلة وغدا الأسنان وقبلها ماجستير الجراحة وقبل هذا النظام الآلي الشامل الذي سيكون صمام أمام بالنسبة لموضوع نجاح البرامج. إذن كلية الطب تشهد إنجازات برغم الظروف الصعبة التي تعيشها جامعة تعز. 7 أشهر الأساتذة والإداريين بدون رواتب، وطبعا هذا معانا برضو كثير من الموظفين في المحافظة، لكن أنه 7 أشهر بقوا بدون هذه حقيقة كارثة وشيء مخجل حقيقة يعني. فجامعة تعز ولن تتوقف برغم الصعوبات، ستمضي قدما بالبرامج طبعا من خلال افتتاح برامج وتحديث برامج قديمة وفق معايير الجودة التي تعتبر صمام كامل. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على إجراءات التحضير لتنفيذ مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفذه مؤسسة العون للتنمية. واستمع الوكيل من مدير المشاريع بمؤسسة العون للتنمية إلى شرح حول المشروع الذي يستهدف مديريات سيئون وتريم وشبام وحورة وادي العين والقطن وساه التي تم اختيارها وفق المؤشرات الوبائية وخطة المشروع التي تشمل تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية لأئمة المساجد وطلاب المدارس والملتقيات التطوعية للتعاون في نقل التوعية للتجمعات السكانية عبر البوسترات والملصقات والمحاضرات. وثمن الوكيل جهود مركز الملك سلمان في الجانب الإغاثي والإنساني ومنح مؤسسة العون للتنمية تنفيذ المشروع في إطار الشراكات مع المنظمات المحلية. اطلع مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي على سير أعمال تحسين الشبكة الكهربائية في منطقة الكسارة مستمعا إلى شرح عن مكونات العمل الذي يتضمن مدى خطوط كهربائية هوائية وأخرى أرضية من محطة الكسارة الفرعية، مشيرا إلى أن تنفيذ تلك الأعمال تأتي استعدادا لمواجهة الصيف القادم للتغلب على جزء كبير من مشكلة ضعف وانقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، مبديا استعداد قيادة المديرية تذليل الصعاب لما من شأنه إتمام تنفيذ العمل. قامت شبكة استجابة للأعمال الإنسانية بتسليم كلية الحاسب الآلي 26 جهاز كمبيوتر و23 مكيفا مركزيا مقدمة من دولة الكويت. وخلال حفل التسليم أشاد مدير مديرية المعلى فهد المشبق بالدور الكويتي البارز وما تقدمه من دعم في مختلف المجالات. كما قامت شبكة استجابة للأعمال الإنسانية بإعادة تأهيل الصفوف الخاصة بكلية الحاسب الآلي. من جهة أخرى التقى مدير المديرية بعميد المعهد التقني بالمديرية دكتور رضوان خفاش وأكد أن المديرية سوف تدعم المعهد بكل متطلباته فور رفعها للمديرية.
تفقد مدير مديرية المعلى فهد المشبق سير الأعمال النهائية في حديقة وملعب شهيد وقائد عملية تحرير عدن جعفر محمد سعد. وخلال الزيارة طلع مدير المديرية إلى ما توصلت إليه من الأعمال الإنشائية في الحديقة والملعب والجهود التي تبذل لإيصال الحديقة إلى الصورة النهائية المرضية للجميع، وذلك وفق المواصفات المطروحة في الاتفاقية الموقعة. وأشاد مدير المديرية بالجهود التي تبذلها فرق العمل في الحديقة والملعب. اختتمت بعدن فعاليات المسابقة الثقافية العلمية على مستوى مدارس محافظة عدن التي تنظمها إدارة مكتب التربية ضمن النشاطات المدرسية اللاصفية. تواصل المسابقات المنهجية التي تنظمها إدارة مكتب التربية بالعاصمة المؤقتة عدن ضمن النشاطات المدرسية اللاصفية. ختام هذه المسابقة التي احتضنتها مدرسة المعالي بمديرية المعلى وبإشراف إدارة الأنشطة وبالتعاون مع بنك الخير للتنمية وبحضور نخبة من التربويون ومسؤول الأنشطة وطلاب، يهدف القائمون عليها إذكاء التنافس العلمي بين أوساط الطلاب المشاركون. إدارة الأنشطة المدرسية في محافظة عدن اليوم بتطوي صفحة جديدة في مشوار التميز الذي رافقنا فيه العام الدراسي 2016-2017. اليوم بنضع بصمة في مجال إبداعي آخر هو الإطار المنهجي الذي أنجزنا فيه في الأسبوع الماضي المنهجية الثقافية للطلاب الثانوية. أملنا أنه نضع بصمة أخرى في مشوار وضعنا له رؤية وانتسبنا إليه بأهداف حقيقية اختصت بالطلاب وجوانب الإبداع المتعددة لديهم. كلمات ألقيت من القائمين على هذه الفعالية تحدثت فيها عن برامج الأنشطة لهذا العام وما حققته من نجاح كبير ينعكس على مستوى أداء العملية التعليمية في مختلف مدارس محافظة عدن. هذه المسابقة هي ضمن المسابقات المدرجة ضمن خطة نشاط الثقافي والعلمي في إدارة الأنشطة المدرسية، نبدأها من المدارس ثم المديريات إلى أن تنتهي على مستوى المحافظة، حيث تتأهل ثلاث مراكز أولى على مستوى المحافظة هي المركز الأول والثاني والثالث. بهذا البرنامج لكي يكون هناك جيل جديد مستقبل رائع لكل الطلاب، نتمنى أن نستمر هذه الفعاليات. ما إن انتهى مقرر المسابقة وبعد شرح لشروط المسابقة حتى أعلن السؤال الأول لينهمك الطلاب بسباق الوقت في اختيار الإجابة الصحيحة وسط أجواء متميزة توجت بحصول طلاب مدرسة آزال من مديرية التواهي على المركز الأول، يليها مديرية البريقة، فيما المركز الثالث كان من نصيب مديرية الشيخ عثمان. ليختتم هذا الحفل أغنية وطنية لزهرات وبراعم مدرسة الجيل الجديد لاغت استحسان الحاضرين. لقناة عدن الفضائية وضاح شليلي عدن. الخبر الأخير في هذه النشرة. بحضور نائب مدير أمن عدن العميد فضل الراعي دشنت مؤسسة تحقيق أمنية بدعم من دولة الإمارات برنامج دعم مرضى السرطان تحت شعار تحقيق أمنية، استهدفت عددا من الأطفال المصابين بمرض السرطان الذين يتلقون العلاج في مشفى الصداقة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث دشنت المؤسسة أولى فعاليات برنامجها من خلال تلبية أمنية الأطفال وتحقيقها. وفي التدشين وزعت المؤسسة عددا من الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة وآيباد وأجهزة كمبيوتر وألعاب مختلفة على الأطفال كلا بحسب رغبته وأمنيته، والذي يأتي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. الآن نعود بكم من حيث بدأنا إلى عناوين الأخبار. رئيس الجمهورية يعزي خادم الحرمين الشريفين في شهداء الواجب الذين قضوا في تحطم الطائرة العمودية. مقتل عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية بمحيط معسكر خالد غربي تعز. وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات في ميدي وشبوة.
شكرا للمتابعة، في أمان الله. Mm-hmm.